عددكم قد ايه تقريبا يا فندم؟ احنا 8 انفار 8 افراد 3 اسر في بعض او اسرتين تمام، 2 كمان اللي هو سيدي ومراته. تمام، الوضع هناك في العريش عامل ازاي يا فندم؟ بالنسبه لنا احنا ما فيش وضع وحش، ماشي عادي، لا في شرطه بتحميكي ولا في جيش طبعا بره بعيد في رفح، انما الشرطه مش عامله حاجه، يعني الشرطه تبقى جنبك كده وانت تضربي ولا حد يسال فيك، يعني امنه شويه، انما لو متطرف كل المتطرف بيتضرب. تمام، في عائلات لسه هناك مش عارفه تطلع في لا دلوقتي ولا كله خلاص؟ كله مشي، في ناس روحت الصعيد. اسيوط عندي نسايب روح اسيوط. طب ليه؟ ليه؟ الناس دي عملت ايه اصلا؟ ناس مسالمة وقاعدة في بيوتها، ولا استفزتك ولا شتمتك ولا بتتعدى عليها ليه اصلا؟ يعني انا لو عملت لك حاجة ما اعرفش هل ده فكر ولا الارهاب ده فكر مش ملوش دعوة بالدين ولا واخدة بال ساعتك، يعني ممكن واحد على النت يعمل بتاع والتاني خلاص. وبعدين اللي اخطر ما يكون دلوقتي بيجندوا الشباب من 15 ل 16 سنه، الناس الشباب ده عاطل، ما فيش وظايف في شمال سيناء، ما فيش وظايف، شمال سيناء مقفوله ولا ما... انت بتسمعي، معلش انا هتكلم بكل صراحه، انت بتتكلمي بقول لك في مشاريع استثماريه كله كذب. في الاخر يقول لك احنا هدول ارهاب وتعالوا ارجعوا بكره، وفي الاخر تسمع كانت ناس تاني، وانت فاكره اصلا ان كانت اصلا الكنيسه الانجيليه وجمعت الناس بالشكل ده كله، كان حد يعرف اخبار يعني، كان حد يعرف الكلام؟ كلام فاضي طبعا. احنا اصلا عندنا الكنيسه الارثوذكسيه اصلا كانت بعد تسمع الاخبار، هي دي الكنيسه اصلا الانجيليه اصلا جمعت الناس جمعتهم بالشكل دهوت، ما كنتش تسمع اي حاجه يعني. وكانت طبعا الدنيا حلوه والناس والدنيا جميله. عندنا الاسقف بتاعنا بيقول ما فيش عندنا حاجه، ولا حد مشي ولا حد جرى له حاجه. الاسقف إيه؟ انت بتتكلم حوالي اقل حاجه 8 كلمناه يا ريت اكل، قال لك معود ده بيديله كتب واحد اللي هو ابن معاق حرقوه، جابوا عليه بنزين حرقوه.